مساء الخير. مفيش ست ما بتسألنيش ابدا على اسمرار المناطق الحساسة وازاي تفتحها. اول حاجة لازم تعرفي ايه اللي بيعمل ده. الاحتكاك، زيادة الوزن، الالتهابات الفطرية. كل ما بيحصل التهاب المناطق دي هتغمق. كل ما بيحصل احتكاك الجلد هيحاول يحمي نفسه فيكون جلد زيادة فيحصل انها تغمق. طيب، في طرق كتيرة جدا هتسمعيها من دكاترة كتيرة جدا للموضوع، بس اول خطوة لازم تعمليها تعرفي السبب عشان نعالج السبب الاول عشان الموضوع ما يستمرش. الطرق اللي موجودة عامة كريمات، سواء تقشير بارد او تقشير حار، اجهزة ليزر زي الكيو سويتش الليزر اللي بيشيل البقع، احدث حاجة وصلها العلم دلوقتي نوع معين من الفراكشنال اربيام ليزر اسمه مايكرو شورت بالس، شركة واحدة في العالم اللي بتخترعه، عشان ده بيعمل تقشير على البارد للمناطق الحساسة والكوعين الروبوتين. تعمل تقشير خفيف كأنه تقشير طبيعي من الجسم عشان الجلد ما يحسش بالخطر فيكون لون اغمق او جلد اخضر. دي الطريقة الحديثة، ولكن لازم ابعد عن الاسباب، لان مهما عملت باي طريقة من دول سواء الجديدة او القديمة او القديمة جدا هيرجع تاني المناطق الحساسة غامقة لو السبب لسه موجود. دمتم بصحة وسلامة يا اهل مصر.